من ضمن الحكم العظيمة اللي معروفة ومشهورة جدا في الحضارة المصرية القديمة إن دعاء الأبناء لا يصل إلى السماء إلا إذا خرج من فم الأمهات. ده من أقل وأبسط الحاجات اللي بتبينها الحضارة المصرية القديمة في دور واحترام الأم على الإطلاق، ولم يسجل التاريخ البشري على الإطلاق أمة وحضارة بتعظم وبتقدس الأم زي الحضارة المصرية القديمة. وحندي على كده أمثلة كتيرة وإزاي الحضارة المصرية القديمة كانوا المصريين القدماء بيحتفلوا بعيد الأم وإيه هم الكهنة الحتحورات السبع. السلام عليكم، معكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بكم في القناة ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا جدا جدا على تشغيلكم للفيديو. مفيش اي حضارة ابدا يا جماعة بتقوم الا بالقيم الانسانية، القيم الانسانية بس هي اللي بتقوم الحضارة. ايه يا عم الكلام الفلسفي اللي انت هتقوله لنا ده؟ لا ببساطة كده، لو حضرتك هتعمل عمارة هتطلع بعمارة، عمارة هتبني برج كبير، والمقاول بيغش في الاسمنت وبيغش في الحديد، هل البرج ده هيستمر؟ ديتها كم سنة او كم شهر او كم اسبوع وهيقع، علشان مفيش ضمير، والضمير من احد القيم الانسانية اللي موجودة في الناس. يعني لما نيجي نبص كده على العمارات بتاعت زمان اللي مبنية من زمان وشوفوا العمارات اللي مبنية دلوقتي، انهي عمارات اللي بتقعد اكتر؟ لا طبعا العمارات القديمة هي اللي بتقعد عشان كان في ضمير. اذا الحضارة ما بتقومش غير العلم والمعرفة والعمل، بتقوم ايضا اللي بيقوم الكلام ده هي القيم الانسانية. واسمى معاني القيم الانسانية على الإطلاق هو الأمومة اللي ظهرت في الحضارة المصرية القديمة بشدة جدا جدا. إزاي؟ في الحضارة المصرية القديمة بينوا قد إيه دور الأم وقدسوا المرأة بشكل كبير، وعندنا أمثلة كبيرة قوي. يعني عندنا قصة شهيرة بتاعت إيزيس وأوزوريس وحورس اللي هم أوزير وإست وحور وست، وقبل كده اتكلمت عنهم وبتبين القصة قد إيه إيزيس، خلينا نقولها بالأسامي المعروفة، قد ايه ايزيس تحملت كتير جدا بعد ما ست اخدها وسجنها وتدخل اله الحكمة تحوت وخرجها من السجن وقال لها ان هي تروح في الدلتا وتنكرت وبقت متسولة علشان بتربي ابنها حورس، فضلت عايشة علشان تربي ابنها حورس وتطلعه مقاتل كبير علشان يقدر ينتقم لابوه من عمه ست، وفضلت وراه تربيه وتعلمه وتخليه الى ان بلغ اشده، وابتدى يحارب عمه ست الى انتصر عليه. ولما انتصر عليه هنا اثرت او لقت خلاص ايزيس ان هي عملت المهمة اللي عليها وفضلت تصعد الى السماء الى الاله فوق. شوفوا الحكم قد ايه عظيمة. لذلك في الحضارة المصرية القديمة تلاقوا دايما التمثال بتاع ايزيس وهي بترضع ابنها حورس اللي هي ايست وهي بترضع حور، هو دايما كان موجود في كل البيوت في الحضارة المصرية القديمة تعبيرا عن دور الأمومة اللي موجود. ومش كده وبس، سبق قبل كده واتكلمت في الفيديوهات بتاعت الامبراطورية المصرية اول جزء عن دور الملكة إعحتب اللي هي المشهورة بإعحتب، لما زوجها سقن رع تاع لما هو اتقتل واستشهد في المعركة وجابت ابنها كاموس وابتدت تخليه مقاتل، ولما استشهد في سبيل كيمت مسكت احمس وهي اللي كانت بتعمل الجيش وهي اللي كانت بتدرب على كل حاجة وعملت من احمس مقاتل ورجع بالوعد اللي
وعدهولها ورجع بالنصر. لذلك مسجل تاريخيا ان لما ماتت الملكة إعحتب حط في المقبرة بتاعتها بلطة من الذهب كرمز ان هي كانت مقاتلة عظيمة، وحط اساور من الذهب وعمل لها جدارية كانت موجودة بيعظم فيه. ومش كده وبس، كمان امين حطب الثاني لما تحدث عن جدته الكبيرة تيتي شيري، الملكة تيتي شيري اتكلمت عنها قبل كده، اللي هي تعتبر جدته الكبيرة ام الملك سكن رع تاعة، وكان بيعظمها قد ايه. فشوفوا في الحضارة المصرية كانت دور الام. هل هي كده وبس الموضوع كان مقتصر على الملوك؟ لا، ما كانش مقتصر على الملوك، كان عندنا بعض الرموز اللي بترمز لكده. يعني مثلا عندنا كانت في الحمل والولاده كانت في الربه تاورت ديت اللي هي تعتبر ربه الولاده والحمل. شوفوا الولاده والحمل، لان كان في معاناه كبيره في الولاده والحمل، بقى في ربه مخصوصه للولاده هي دي اللي كانت مسؤوله عن كده. وكانت المراه في الحضاره المصريه القديمه يا جماعه لما بتيجي لده ما كانت بيجي لها المخاض، كانت بتبقى في البيت وبتقعد على وضع القرفصاء على كرسي معين للولاده. كان في الحضاره المصريه القديمه في كرسي معين للولاده، الكرسي ده كانت بتقعد عليه، وكان في ستات زي الدايه. ايوه الكلام ده من الاف السنين، كانت زي الدايه كانوا بيبقوا معاها لغايه ما تولد. وبتيجي طبعا لان حتحور الربه حتحور، وحتحور اصلا منقسمه الى حاجتين، حتحور اي مرضعه حور. كان في سبع كاهنات دولت كانوا بيجولها بعد الولادة، كانوا بيسموا بالكاهنات الحتحوريات، وكانوا يروحوا لها ويباركوا لها ويشوفوا لها الطالع بتاع المولود هيبقى عامل ازاي. ده كان في الحضارة المصرية القديمة يا سادة، كانت المرأة ملكة، وكانت المرأة أم عظيمة في وقت كانت حضارات أخرى ما كانتش المرأة ليها أي دور خالص. حتى لما نيجي نبص، إذا وجد دور المرأة والاهتمام بالمرأة والاهتمام بالأم وجدت الحضارة. كمان عندنا في بردية شهيرة جدا اسمها بردية الحكيم أني. بردية الحكيم أني كان بيذكر فيها بعض النصائح، وبيقول لأحد أبنائه: قطع أمك واحترمها، وضاعف الطعام الذي تخصصه لها، وتحملها كما تحملتك، فإن الإله قد أعطاها لك، فإنها قد أعطتك الحنان منذ الطفولة، وتحملت قذوراتك، وعندما كنت صغيرا وتذهب إلى التعليم لتتعلم كانت تذهب خلفك لكي تعطيك الطعام والشراب، فإن كبرت وتزوجت واستقرت حياتك فلا تنسى والدتك، ولا تدعها تلومك، ولا تدعها ترفع يدها إلى السماء وهي حزينة فيسمعها الإله وهي تشكو إليك. إيه الجمال الأدبي وجمال الإنسانية اللي موجودة؟ كان هناك قيم فكانت هناك حضارة. الحضارات يا جماعة، أي تكنولوجي، أي حاجة أيا كانت، ما بتقومش غير بوجود القيم. القيم اللي هي الشرارة اللي بتولد العلم والمعرفة والعمل. العلم والمعرفة والعمل هم أسس الحضارة النبعين من القيم الإنسانية. طب كانت الأم في الحضارة المصرية كمان بيحتفلوا بيها، كان مشهور جدا، فكانوا بيحتفلوا بالأم في وقت الفيضان. كان في عيد كان موجد عبارة عن بردية مسجلة من 5000 سنة من عصر الدولة القديمة، وهي بتتحدث عن احتفال المصريين القدماء بعيد الأم. كان العيد الأم في وقت الفيضان كان تحديدا في شهر هاتور اللي هو جاي من حتحور، كان في يوم هاتور، في يوم في هاتور كانوا بيحتفلوا بيه، وكانوا بيرمزوا للأم بنهر النيل، أي أن الأم هي العطاء وال نماء لكل البيت. حتى يعني كانوا وقت الاحتفال كان بيبقى في الصباح الباكر وقت شروق الشمس. ليه وقت شروق الشمس تحديدا في الحضارة المصرية القديمة؟ علشان بيبين ان الاله بيطلع الاشعة بتاعة الشمس العطاء والنماء عليهم كلهم. فكان في اليوم دوت كانوا المصريين بيحتفلوا، حتى كان في اغنية اناشيد اللي موجودة كانوا بيقولوا ان اشعة الشمس دخلت من خلال النافذة على جبينك يا امي، وان الطيور تغرد احتفالا بك يا
أمي، وكانوا المصريين القدماء بيجيبوا الهدايا ويحطوها ويجيبوا الورد ويحطوها لأمهم. دي كانت الحضارة المصرية القديمة يا سادة. حتى نط اللي هي عندنا إلهة السماء اللي كانت بتحتضن الشمس كل يوم، كانت من ضمن الرموز ديها إنها كانت أنثى، كانت بتحتضن الشمس كل يوم وتأذن الشمس كل يوم إن هي تطلع من جديد للإله، كانت بتأذن منه إنها تطلع من جديد. ده اللي مسجل عندنا في الحضارة المصرية القديمة. عندنا كل ما وجد المعاني الإنسانية وجدت الحضارة. ده بخلاصة يا سادة دور الأم في الحضارة المصرية القديمة. الكلام ما ينتهيش، كتير جدا جدا أقدر أقوله عن تقديس الأم في الحضارة المصرية القديمة. حابب أن أنا أقول كلمة، يا ريت يا جماعة لو سمحتوا أي حد أرجوكوا أي حد مزعل والدته، يعني يا ريت أبدا أبدا يعني يوطي على أيديها ويبوسها. افتكر كويس قوي أن الأم دي كانت رمز للعطاء في حياتنا إزاي. كل سنة وكل أم في حضراتكم طيبة يا رب، وكل سنة وأنا أمي طيبة، وكل سنة والدت في حضراتكم طيبة، وربنا يرحم الأمهات كلها يا رب. وأتمنى أن المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. ما تنسوش لو في يا جماعة بتحبوا الفلوجات أو الفيديوهات اللي بتتم تصويرها في أماكن طبيعية وفي أماكن ما شفتوهاش قبل كده، أنا عامل قناة خاصة بالفلوجات اسمها مو عاصم فلوجز، هتلاقوا الرابط بتاعها في شرح الفيديو. وهنا لو حضرتك مش مشرفني ومش مشترك في القناة تدوس سبسكرايب وتشترك في القناة، وتنسوش يا جماعة تدوسوا لايك على الفيديو. شكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم مرة تانية، وشوفكم على خير. السلام عليكم.